فريق فاركو حقق الفوز على فريق أمبي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة 9 من بطولة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف فاركو أحمد عبد العزيز مودي في الدقيقة 66 من علامة الجزاء، وبالنتيجة دي رفع فاركو رصيده للنقطة 15 في المركز الخامس، ووقف رصيد أمبي عند النقطة 10 في المركز 12. حقق فريق بيراميدز فوز صعب على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في المواجهة اللي جمعت الفرقتين على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة في 9 جولات الدوري الممتاز. سجل أحمد سامي الهدف عن طريق متابعة مميزة للكرة في الدقيقة 64 من المباراة، وبالنتيجة دي بيتصدر نادي بيراميدز جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بشكل مؤقت، وبيحتل الإسماعيلي المركز 17 برصيد 3 نقط. وحقق نادي فيوتشر الفوز على نادي البنك الأهلي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت على استاد الأهلي والسلام في إطار مباريات الجولة 9 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي رفع فيوتشر رصيده ل 12 نقطة وبيتقدم للمركز 8، والبنك الأهلي عنده النقطة 11 وبيتراجع للمركز 9 في جدول الترتيب. النادي الأهلي هيخوض ميرانو الوحيد النهاردة في السودان عشان يستعد لمواجهة الهلال السوداني بكرة في تاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وده بعد ما وصل الفريق للعاصمة السودانية الخرطوم. فريق بايرن ميونخ الألماني اتعادل مع فريق ريد بول سولزبورغ النمساوي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. بالتعادل ده نجح البايرن في تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في ألمانيا يوم 8 مارس على ملعب أليانس أرينا. وحقق فريق ليفربول فوز مستحق على فريق انتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا. سجل أهداف المباراة البرازيلي روبرتو فيرمينو والدولي المصري محمد صلاح في الدقيقتين 75 و83. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنروح لفاصل سريع وبعد كده هنرجع عشان نكمل بقية فقرات صباح الخير يا مصر. استنونا.